يعتبر الزنك هو تاني أكتر ملح موجود في الجسم بتاعنا بعد الحديد، وتقريبا موجود في كل الخلايا بتاعت الجسم. الزنك مهم جدا لكتير من الوظائف الحيوية داخل الجسم، ولكن للأسف الجسم بتاعنا لا يستطيع أن هو لا يصنع الزنك ولا يخزنه، وعشان كده لازم نحصل على الزنك من خلال المصادر الطبيعية أو من خلال الأكل بشكل يومي. وفي حالات نقص الزنك لازم نتناول مكملات غذائية تحتوي على الزنك بتركيزات عالية. النهاردة هنعرف مع بعض ايه هو عنصر الزنك، ايه الفوائد بتاعت الزنك للجسم بتاعنا، ايه علامات نقص الزنك، وايه اغنى المصادر الطبيعية او الاكل بالزنك، وكمان هنعرف ايه الكميات اللي الجسم بتاعنا محتاجها كل يوم. انا حسام خلف، ودي قناة صحتك في خمسة. ياريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصل لحضرتك كل فيديو جديد. الزنك مسؤول عن تنشيط أكتر من 300 إنزيم داخل الجسم، مهم جدا عمليات الأيض الغذائي أو الهضم، وغيرها من مختلف العمليات الحيوية داخل الجسم المعتمدة على الإنزيمات. الزنك مهم جدا لتكوين ودعم وكفاءة جهاز المناعة، ويمكن في دراسات كتيرة معمولة على دور الزنك في تقليل مدة دور البرد، ووجدوا أن استخدام الزنك أثناء دور البرد بين 80 و90 ميلي جرام في اليوم بيقلل مدة دور البرد أو الإنفلونزا لأكتر من 33%. ويمكن كلنا شفنا ان وقت الكورونا كان الزنك من العناصر الأساسية في البروتوكول بتاع الزنك. مهم جدا لصحة البشرة والشعر، لأنه بيساعد على تكوين عنصر الكولاجين. مش كده وبس، ده كمان بيقلل الإصابة بحب الشباب، وده لأنه بيساعد على تقليل الالتهابات، بيدعم جهاز المناعة، وبالتالي بيساعد الجسم ان هو يقاوم البروبيوني باكتيريوم أكني. النقطة رقم 3، بيقلل نشاط الغدد الدهنية اللي بيكون نشاطها زايد سبب في الإصابة بحب الشباب، وعشان كده استخدام الزنك مهم جدا في علاج حب الشباب. الزنك عنصر مهم جدا لالتئام الجروح، وده لانه مهم جدا لتصنيع الكولاجين داخل الجسم. النقطة التانية، ليه تأثير مضاد للالتهابات. والنقطة التالتة والمهمة، ان هو بيدعم جهاز المناعة، وبالتالي بيساعد على تقليل العدوى في مكان الجروح. ويمكن في دراسات كتيرة اتعملت على استخدام الزنك مع مرضى القدم السكرية او قرحة القدم السكرية، وجدوا ان استخدام الزنك بشكل منتظم بيساعد على تسريع التئام الجرح بتاع القدم السكرية. الزنك برضو عنصر اساسي لتصنيع البروتين داخل الجسم، وبالتالي مهم جدا لزيادة الكتلة العضلية. ويمكن كلنا بنشوف الناس اللي بيتمرنوا في الجيم جزء اساسي من الدايت بتاعهم تناول حبوب الزنك كل يوم. الزنك مهم جدا لزيادة الطول والوزن بالنسبة للأطفال والمراهقين، وعنصر مهم جدا لحاسة الشم والتذوق. الزنك عنصر رئيسي ومهم جدا لنمو وتطور الأعضاء التناسلية، مهم جدا لوجود الرغبة الجنسية، وفي نفس الوقت مهم جدا لتصنيع هرمون التستوستيرون داخل الجسم. وبالتالي الزنك يعتبر من العناصر الأساسية للكفاءة الجنسية سواء للرجل أو للمرأة. يعني من الآخر، يعتبر الزنك واحد من أهم المكملات الغذائية اللي جسمنا ما يقدرش يستغنى عنها. رغم ان نقص الزنك يعتبر من الامور النادرة جدا، وده لانه موجود بكثافة في معظم الاكلات اللي احنا بناكلها بشكل يومي، الا ان الاحصائيات على ارض الواقع بتقول ان في نسبة كبيرة جدا من الناس بيعانوا من نقص الزنك. ويمكن في دراسات طالعة من منظمة الصحة العالمية بتقول ان في 450 الف انسان على مستوى الكرة الارضية بيموتوا كل سنة نتيجة ضعف المناعة المرتبطة بنقص الزنك. ويمكن في مجتمعاتنا العربية والافريقية نقص الزنك يعتبر من الحاجات الشائعة جدا نتيجة للنمط الغذائي غير الصحي. علامات نقص الزنك الأساسية هي إسهال، تأخر التئام الجروح، مناعة ضعيفة، ضعف وتساقط الشعر، شهية ضعيفة وتقلب في المزاج، تأخر النمو مع الأطفال والمراهقين، والضعف الجنسي عند الرجال والسيدات. أغنى المصادر الطبيعية بالزنك في الأكل بتاعنا هي رقم واحد الأكلات البحرية زي المحار والكابوريا والسردين والسلمون. اللحم البقري مصدر أساسي للزنك. الدواجن بمختلف أنواعها برضو من المصادر الغنية بالزنك، ويمكن أفضلها هو لحم الديك الرومي. البقوليات زي الفول والعدس واللوبيا. اللبن والجبنة والزبادي والبيض. بعض الخضروات زي المشروم والبنجر. والمكسرات، ويمكن أغنى حاجة في المكسرات بعنصر الزنك هي الكاجو.
طب هي ايه الكميات اللي جسمنا محتاجها كل يوم؟ الكميات اللي جسمنا بيحتاجها من الزنك بتختلف حسب النوع والسن. بالنسبة للرجل البالغ بيحتاج كل يوم 11 ميلي جرام من عنصر الزنك، بالنسبة للمرأة بتحتاج 8 ميلي جرام على الأقل كل يوم من عنصر الزنك. أقصى جرعة توليرابل من الزنك في الحالات دي هي 40 ميلي جرام كل يوم، ولكن الكميات دي في حالات عدم وجود نقص في عنصر الزنك داخل الجسم. بالنسبة للأطفال من 4 ل 8 سنين 5 ميلي جرام كل يوم من الزنك، بين 9 و 13 سنة محتاجين 8 ميلي جرام من الزنك، ومن 14 ل 18 سنة بنحتاج بين 9 و 11 ميلي جرام من الزنك. بالطبع زي ما قلنا الكميات دي بتزيد في حالة الاحتياج الشديد زي ممارسة الرياضة، زي الناس اللي هم عندهم أصلا نقص في الزنك. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم النهاردة معلومة مفيدة، ونتمنى لحضراتكم كل صحة وعافية. صحتك في خمسة.